أخبار اليوم. بالظبط في شهر مارس كده. طيب نقدر نقول الفايده يعني طبعا لو حسبنا الارض المكتسبه من بعد الجسر الترابي يعني المساحه دي قد ايه تقريبا هي الجسر الرملي اللي هو الجسر الرملي انا بتكلم على مساحه تقريبا بطول تقريبا 3 كيلو متر اللي هي طول الجسر وعرضه متوسط في المنطقه الاعرض منه حاجه بتاعت تقريبا 500 متر. يعني لو قلنا المساحه النهارده لو بنقدر نترجمها الى اراضي اكتسبت كانت معموره بالميه هتضاف النهارده للاستثمارات بتكلم على تقريبا 1.5 مليون متر مربع 3500 سعر المتر لو باقل اقل قيمه يعني هنقدر نقول قد ايه المشروع من فوائده غير انه بيحمي المناطق المقابله بيدي مكسب للمحافظه اراضي ممكن كانت تغمر مش كانت تغمر كانت بتغمر كانت مغموره معظم ايام السنه ما كنتش تقدر تعمل فيها اي نشاط ما كانش فيها اي نشاط لو ترجمناها لفلوس هيطلع قيمه يطلع عن اللي اتصرف عليه مشروع 7 مليون بالتاكيد جابوا يعني نقدر نقول كسبنا منهم مساحه من الاراضي تمكين المحافظه من ان هي تستثمر المنطقه دي بدون شك قيمه كبيره جدا وكمان قيمه الرؤوس في منع الرسوبيات من انها تدخل جوه البغاز وتردمه هي كمان قيمه عاليه وكبيره جدا بالنسبه لبحيره المنزله. بورسعيد لها طبعا مفروضنا كلنا يعني لها جهه مكانها يعني خاصه في كل مصر يعني فدي زياره ثالثه صحبه معالي المحافظ النهارده نتكلم على مشروعات كثير من الناس ما يعرفوش المردود بتاعها معنى ان انا بجدد شباب ومياه بحيره المنزله على مساحه 50,000 فدان هيعود بالخير لصيادين كانوا هجروا البحيره بيطلعوا في بحار ويتعرضوا فيها لاعمال يعني ربما تهدد سلامتهم عوده الصيادين يرجعوا تاني لمصدر رزق نوعيه اسماك تتحسن لصحه المواطن اولا ورقم اثنين جاده الاسماك الفاخره اللي هجرت البحيره لاسباب كثيره يعني من اهمال سنوات طويله من نوعيه ميه يعني غير يعني مطابقه للمطلوب فالنهارده عوده هذه الاسماك مره اخرى مصدر رزق اخر واضافي. تعالى بقى نتكلم على الموضوع الاخر وهو حمايه الشواطئ. كلنا عارفين ظاهره التغيرات المناخيه حقيقه واقعه ومن اكثر المحافظات تعرضا لهذه الظاهره هي محافظه بورسعيد نظرا لها محاطه بوسط مائي بحيره المنزله غربا وجنوبا والبحر المتوسط شمالا وقناه السويس شرقا اذا هي محاطه بميه وبالتالي هي اكثر محافظات تعرضا للتغيرات المناخيه والاعمال اللي بتلمي بها الدوله ممثله في هيئه وزاره الري هيئه الشواطئ وهو حمايه هذه المحافظه والشواطئ بتاعتها بل بكسب اراضي جديده للمحافظه زي ما حضرتك اشرت وبحمي استثمارات موجوده وبحمي طريق بورسعيد دمياط الساحلي وبضيف مساحه اراضي ممكن لاستثمارات المحافظه بعمل حساب التغيرات المناخيه وبنعمل جسر زي ما حضرتك اشرت بطول 3 كيلو وفوق الميه ب 2 متر حتى لو زادت الميه في الايام النواه او التغيرات المناخيه كل هذه المكاسب بتعود لمحافظه بورسعيد لمصر اولا محافظة بورسعيد ثانيا ان هي خطه ان احنا كدوله بنحاول ان احنا نواجه ظاهره التغيرات المناخيه وفي نفس الوقت بنضيف كمان مش بنخسر احنا بنكسب كمان اراضي بدلا ما كانت معرضه للغرق او معرضه للنواه فهي ده كلها هديه يعني لاخواتنا واهالينا في شعب بورسعيد.
تنميه الشواطئ، ايضا لمشروعات استثماريه اخرى لمحافظه بورسعيد وغيرها ان شاء الله سنعلن عنها يعني عندما تطبق المحافظه. لكن يعني سعادتنا ان احنا النهارده واحد افتتح مشروع، وفي ذات الوقت لسه يمكن كان من شهور بنضع حجر اساس لمشروع اخر اللي هو بتاع بحيره المنزله. ايضا لنا مشروعات في محافظه دمياط لتحسين المياه في بحيره المنزله مثلث الديبه، وهناك فتحه اخرى من فرع دمياط لتغذيه بحيره المنزله من الغرب في منطقه عزبه البرج. اذا كل هذه المشروعات بنتعاون فيها دوله علشان نطلع من الاخر تعود بحيره المنزله زي ما هي كانت في التاريخ بتاعنا مصدر رزق ومن احسن الاسماك اللي كانت موجوده. فان شاء الله كما وعدنا يعني ان شاء الله ان شاء الله في نهايه 2015 المرحله الاولى اللي هي بتاعه اللي بنقوم بيها في تطهير البواغيث، وبالنسبه للقنوات الشعاعيه اتوقع في حدود برضه احنا ان شاء الله في حدود 4 شهور ان شاء الله ننتهي من هذه القنوات الشعاعيه بطول 3 كيلو جوه البحيره، عرض 80 متر، عمق 2 متر ومتر ونص كمان. طبعا مشروع مش هين. اجمالي الاستثمارات الدوله 260 مليون جنيه لبحيره المنزله. ده بيعبر قد ايه اهتمامنا كدوله، ما بنقولش وزاره الطاقه، كل الدوله بتشارك فيها. يعني رئيس الوزراء متابعه يوميه بخصوص بحيره المنزله، معالي المحافظ بننسق مع بعض. نامل ان شاء الله يعني اللقاء القادم هيكون يحتفل بانتهاء هذه القنوات اللي هتحسن نوعيه المياه وتجدد شباب او مياه